مباراه القمه ده اختبار جاد لصارتي. ده اللي كنت هتكلم فيه. يعني ما انا بقول لك انا عايز اخد من ليه؟ ما انت عايز توصل للناس فكرتك. بالظبط. فلازم يبقى في ربط. بالظبط. باللي في الكلام. بالظبط. وانت رحت النقطه مهمه جدا ولازم نبقى عارف ان الفرقه دي كلها بتدور بفكر الراجل. لازم. يعني ما عشان بس نبقى الامور واضحه والناس تبقى فاهمه ان الفرقه ما بتدورش مدرب. ولا لعيب بيدور مدرب. وعمرنا ما يعني لما كان الكابتن محمود خطيب بيلعب وهات بقى اي اسم، ما فيش عمر فرقه تقدر تدور مدرب، ولو حصل في اي وقت من الاوقات فرقه دورت مدرب خربت هتقف، لان على مزاجك هتروح يمين وشمال. فعشان كده هو الدور بتاع مستر لاسارتي في التوقيت ده في مباراه قمه بعد ما انت رحت لعبت في وقت كان مخنوق جدا بالنسبه للاعيب كوره، تلعب في سفر، خلي بالك انت ماتشاتك اللي هنا بتاعتك اللي هي في الدوري كلها سفر، اسكندريه ترجع من اسكندريه تروح مسافر على افريقيا ترجع تروح اسكندريه تسافر، كل ده اجهاد بدني ونفسي على اللعيبه، فارق نقاط كبير بينك وبين المتصدر، تلويش فيك من كل حته، تلويش فيك من كل حته، يعني انت كل يوم خبر 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 خبر، ضغط 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 ضغط، فانت يعني بصراحه تحسب الاداره ان هو ما بيتكلمش كتير، يعني قاعد سايب الناس بتتكلم. جميل قوي. جاب الكابتن سيد عبد الحفيظ داير الموضوع جوه الفرقه بشكل كويس جدا، في ثقه بينه وبين اللعيب، سنه صغير على فكره دي حاجه محترمه جدا، سنه صغير زكي. سنه صغير زكي، عنده ذكاء اداره كويسه جدا وخد خبرات طبعا مع الشغل الكتير، فالكلام ده كله بقى عارف يدير الموضوع، مع ان انت جبت واحد مدير فني قدر ان هو يعني بيركب انت محتاج ان انت تركب، انت جيت ضخيت مره واحده مجموعه اللاعبين اسماء كبيره، حسين الشحات، صفقات كبيره جدا، صفقات كانت كبيره جدا عشان تعمل اللعبه اللي هو مدرب هو بيلعب اللعبه اللي انت تعملها وتشوف تشكيلات وتشوف اداء الفرقه هيبقى ماشي ازاي وطريقه لعب وازاي تجيب رمضان تحط لاتشيرو تحط حسين الشحات تروح جيراردو، التركيبه اللي حصلت دي هي دي مدرب. الماتش الجاي ده ماتش مدرب.